يعمل نفخت الروح بطين وماء ووحدت للإنسان أسرار النماء ومنحته سبل الهداية والنهى نور يروي الأرض من وحي السماء وغمرت بالآلات بضعفه حتى استوى الخلق القويم كما تشاء السادة الكبرى نستعد برامجنا لأول ورقة يقدمها الأب فرجي ناروخ للعالم بانديني جيوفاني بانديني تتحدث عنها عن البعدين للعالم البعد الديني والبعد العلمي للعالم أنا تفضلت الأب فرجي مساء الخير مساء الله انتم كويسين انا اكلم فوق الدكتور بانديني كراهب وكعالم الاثار درس الاب الدكتور يوفاني بانديني في هذه الكليه في بدايه القرن العشرين وتوفى يوم 3 مايو 2010 في سياق الأسبوع الثقافي الأول لهذه الكلية سنراجع هنا سيرته الذاتية والمسيرة التي سار بها حتى تحويله مبيع للدراسات عن عروسور الرشدة في السودان. إذا بنبدأ ببانديني الراهب. ولد يوفاني بانديني في إيطاليا في قرية فيرونا من مدينة في قرية قريبة من مدينة فيرونا اسمها فيلا فرانكا في يوم 1 يناير لعام 1923 وفي 16 من عمره شعر بالضغط الله لتكريس حياته للإرسالية وكان يريد أن يكون كاهنا للرحبانية التي أسسها القديس دانيال كومبوني والتي كان مقرها في مدينة فيرونا بالقرب من منزله وبعد 8 من الدراسة حصل على البكالوريوس الفلسفة واللاهوت ورسم كاهنا في فيرونا في عام 1947 بعد رسماته الكهنوتية تم إرساله إلى لبنان لدراسة اللغة العربية في حدث العمل في السودان ممكن من خلال موبايلات الحديثة وصل إلى السودان في يوليو عام 1949 حيث قضى 58 عام من حياته في عام 1947 بعد رسماته الكهنوتية تم إرسال بعدين وحين عوصوله إلى الخرطوم كان عمره 26 سنة وكانت خدمته الأولى مساعدا لدار الراي لكاتدرائية القديس مادة بشارع النيل في ذلك الزمان كان هناك عدد كاثوليك للدرس اللاتيني في الخرطوم ألف وأربعمائة فقط معظمهم من الأجانب وأصبح على فانتيني المسؤول عن القداس باللغة العربية وكان المؤمنون من أصل سوري ومصري ولبناني في عام 1953 قرر المطران باروني إصدار مجلة واعتقد أن لا بانديني هو الشخص المناسب لإدارتها عليه تم إرساله لدراسة فرصا قصيرا في الصحافة في لندن وبعودته إلى الخرطوم بدأ إصدار مجلة السلام التي كانت تصدر كل 15 في عام 1955 بدأت الحرب الأهلية الأولى في السودان وحرب الألاف من الجنوبيين من الحرب ووصلوا إلى الخرطوم دون
أي شيء. فأنشأ لافانتيني وألاخ شيربي مركزا لاستقبالهم ومساعدتهم. وهناك يعلمهم لافانتيني الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات. أي الحاجات الضرورية لتكاملهم في المجتمع الشمالي الذي كان مختلفا تماما للمجتمع الملاسي. أسف بنفتح باب جديد تحويله إلى عالم الآثار والمستشرق. حوالي عام 1956 بدا مدران الكاثوليك بإرساله إلى والي حلفة أثناء عيد الميلاد وعيد الفصح لإقامة الفراديس مع الكاثوليك الأجانب العاملين هناك. في واحدة من تلك الرحلات إلى وادي حلفة عندما كان يتجول في السوق التقى مجموعة من السيدات الأوروبيات التي يسلمن عليه وهن زوجات بعض علماء الآثار. وقمنا بدعوته إلى محل الحفريات الأثرية حيث يعمل أزواجهن. وعجب لافانتيني مما رآه فدخل عالما عالما جديدا أمام عينيه. فيحكي في مذكراته: لقد أخذت أصور كل شيء وأسأل الخبراء وأكتب إجاباتهم وما رأيته. وبوصوله إلى الخرطوم يكتب مقالات في مجلة السلام بكلماته: إنها المرة الأولى أن يقرأ الشعب السوداني عن وجود هذه البقايا الأثرية. ازداد وجود علماء الأثار الأجانب في وادي حلفة، وذلك بسبب قرار بناء السد العالي في أسوان عام 1954، والذي سيجعل مياه النيل تغمر أثرات كثيرة في المنطقة ما بين الشلال الأول والشلال الثاني. وعليه في عام 1959 طلبت حكومتا مصر والسودان مساعدة اليونسكو لحماية وإنقاذ الآثار والمواقع المهددة. في عام 1960 أطلق المدير العام لليونسكو نداء إلى الدول العداء لتنظيم حملة دولية لإنقاذ آثار النوبة. ولذلك أرسلت هولندا وإيطاليا وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا وبريطانيا العظمى وألمانيا وغيرها من البلدان بعثات أثرية، وصل عددها إلى 50 إلى مصر والسودان. وبناء على ذلك سيواصل لافانتيني تلك الرحلات إلى وادي حلفة بمناسبة عيد الفصح وعيد الميلاد في السنوات التالية ليخدم الجماعة الكاثوليكية قفصيس ويشارك في الحفريات الأثرية. قبل 5 أشهر من وفاته كتب لافانتيني في دفتر مذكراته بعض المعلومات الثمينة عن واحدة من تلك الرحلات، وده كلام لافانتيني: لقد كانت هذه الصدفة مشيئة الله. أثناء 92 ساعة من السفر بالقطار أقرأ كتب مونيري إبلا عن تاريخ النوبة، وبفضل الاستماع إلى علماء الآثار وشهادة الاكتشافات الجديدة تعلمت. وفجأة جاءني الإلهام إما من السماء أو من نزوة. أريد معرفة كل ما كتبه الكتاب العرب في العصور الوسطى عن النوبة.
عند عودته إلى الخرطوم بالصدفة يلتقي أستاذ فنلندي قلعه في جامعة الخرطوم في الطريق العرض نحو النيل. هناك غرفة فارغة فيها دولاب يحتوي على 5 من المجلدات الضخمة بعنوان مونومنتا كارتوغرافيكا افريكي اد ايجيبتي. ويحكي مانديني في المذكرات. فتحت الدولاب ووجدت مجلدات ضخمة تحتوي على الوثائق القديمة والخرائط للفترة من بين الهيروغليفية حتى عام 1550. وقرأت كل واحدة منها صفحة بعد صفحة ونقلت كل ما يتعلق بالنوبة القديمة. وكل صباح عندما كان يذهب في أوقات فراغه من مسؤولياته كمعلم وقسيس إلى هناك لنسخ النصوص المتصلة بالنوبة في لغتك الأصلية أي العربية السيريانية والأمحرية والقبطية واللاتينية واليونانية وترجمتها إلى الفرنسية والإنجليزية. وأمضى ساعات طويلة في تلك الغرفة حتى أكمل 3000 صفحة أي 12 دفتر. أذكر هنا أن محقق المجلدات مونومنتا كارتوغرافيكا أفريقيا إيجيبتي هو الأمير كمال يوسف شقيق الملك فاروق رئيس الجمعية الجغرافية المصرية التي جمعت أعمال الخبراء من كل أنحاء العالم في جغرافية مصر وأفريقيا. إلاوة على ذلك عندما كان فانتيني يسافر إلى إيطاليا لإجازته كان يأخذ الفرصة ليزور مكتبات روما وبيروت وباريس ليزيد المعلومات. إذا هنا بيجي يسافر إيطاليا عشان بيشوف بيفتش المنح الدراسية هنا فانتيني كان يمشي للمكتبات. هسه نشوف فانتيني زي المستشرق على عيسان. حتى ذلك الزمان لم يتم تعديل لافانتيني علمي في أي جامعة إلا الدراسات الكحنوتية أي الفلسفة والبحوث بالإضافة إلى دراسة اللغة العربية في لبنان. في عام 1961 أمرت الحكومة أنه لابد أن تكون لمديري المدارس غير الحكومية درجة جامعية ولن تكن الشهادات الكنسية في الفلسفة واللاهوت سالحة لذلك. بالتالي قام الرئيس الإقليمي لرحبانية كومبوني بالسودان لدعوة البعض من الرحبان للدراسات في الجامعة. هكذا منحت بلال فانتيني الفرصة لدراسة اللغات والحضارات الشرقية. ولكن المشكلة كانت أين وكيف لأنه كان لا يرغب في الخروج من الخرطوم لمدة 5 سنوات. في عام 1962 سافر لال فانتيني إلى عدن لقيادة رياضة روحية للجمعية الكاثوليكية هناك. وهبطت الطائرة في أسمرة حيث كانت رهيبات كومبوني لدينا الجامعة الكاثوليكية أول جامعة في إريتريا. وكانت جامعة أسمرة تقدم الفرصة لدراسة اللغات والحضارات الشرقية. فالتحق على فانتيني بجامعة أسمرة كطالب خارجي حيث يدرس في الخرطوم بنفسه ويحضر فقط لأداء الامتحانات في أسمرة. وأخيراً في عام 1967 أكمل دراسته في معهد
الدراسات الشرقية في نابولي، وقدم رسالته الدكتوراه في تنقيبات باريس، وقد عمل لافانتيني مع علماء الآثار البولنديين والشركات المحلية لإنجاز اللوحات الجبلية في كاتدرائية فارس المتواجدة حاليا في متحف السودان القومي. في عام 1966 بعد نداء جديد لليونسكو قررت جامعة روما اسمها لا سابينسا إرسال بعثة أثرية إلى سونكي إينو للكور من الشلال الثاني أي في باطن الحجر. وعاد الفاتيكان دائما ماديا واشترط وجود كاهن في البعثة، وكان هدفها إنقاذ الكنيسة الصغيرة المتواجدة هناك. سيكون ولا فانتيني ذلك الكاهن الذي يدوه الكرسي الرسول. بالتالي شارك لافانتيني في الحفاريات الأثرية في الحملات الأربع التي جرت البروفيسور سيرجيو دونادوني من 1967 إلى 1970. وحاليا يمكن رؤية بعض اللوحات الجدارية المنقذة أثناء تلك الحملات في متحف السودان القومي. في عام 1969 قام علماء الدراسات النوبية بتقديم الدعوة إلى الأفانتيني للمشاركة في المؤتمر الأول للدراسات النوبية الذي جرى في ألمانيا. ويقدم فانتيني محاضرة عن رحلة الأمير النوبي جيرجيا لبغداد. قبل ختام المؤتمر وصلت الساعة للاحتراحات والاستنتاجات، واتفق العلماء المشاركون في المؤتمر على ضرورة تحضير ماكيا من النصوص التاريخية عن النوبة. في تلك اللحظة يرفع لافانتيني يده ويقول: بالفعل أنا عندي مجموعة النصوص هذه جاهزة. ستكون الملاحظات التي كتبها في دفاتره جنب المرجع المطلوب من قبل العلماء. وبالتالي يبدأ لافانتيني العمل في كتابه المصادر الشرقية المتعلقة بالنوبة Oriental Sources Concerning Nubia الذي سيصدر في عام 1976. من هذا المؤتمر الأول سيشارك لافانتيني في مؤتمرات الدراسات النوبية كلها حتى عام 2006. في تلك السنوات يبدأ لافانتيني تدريس علم الآثار وتاريخ شرق إفريقيا في جامعة أسمرة. بالإضافة إلى ذلك يواصل في التزاماته في السودان والنشر المقالات والكتب. في عام 1972 أصدر الحفاريات في فتح فارس المزدحمة لتاريخ النوبة المسيحية. The excavation of Faras, a contribution to the history of Christian Nubia. Lahaban, Sayastur, Al-Masihiyah fi Sudan, Bil-Indizia, Kamam Bil-Italia, Wa Hiyale Kishaf Al-Nuba Al-Masihiyah Bil-Indizia, Wa Tiba'al Al-Nusah Mawlida fi Aindelbar. Bil-Lua Al-Arabiya Asdar, في عام 1978 تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث. إذا ممكن واحد يتساءل بيسأل نفسه كويس، الزول ده كان راهب أو كان عالم الآثار؟
فعلا أمام محلات الأرجنتيني ومعرفته علمية من الممكن أن نتساءل هل لم يكن الأرجنتيني غامضا؟ وكيف كان يمكنه أن يوازن بين كونه راهبا والبحث علمي؟ في العصور الوسطى حفظ الرهبان في أوروبا على التراث الثقافي البشري قبل اختراع المدفع. هؤلاء الرهبان نقلوا الأعمال الرئيسية المكتوبة حتى ذلك الزمن، ولكن حياة هؤلاء الرهبان كانت محاطة دائما داخل أسوار أديانهم، بحيث يوقفوا أعمالهم في الساعات المحددة لصلواتهم الخمسة اليومية. إن حياة الأرجنتيني كحياة كل راهب كونغولي هي مختلفة جدا، فالراهب كونغولي لا يعيش مكفول في الليل. وفعلا أنت تشوف هنا ريفينو وهنا سلفاتوري، هنا غير مكفولين في الليل. البروفيسور سيرجيو دونادوني عمره حاليا 100 سنة ولسه حي والمخ شغال. هو كان مدير البعثة الإيطالية الشغالة في سان كيتينو، ولما أنا كتبت له إنه هيكون في ندوة على الأرجنتيني، هو رسلنا إيميل وأنا ترجمت الكلام بتاعته إلى العربية. هو يحكي أن علماء الآثار كانوا يقومون مبكرا في الصباح بفضل العمل، ولكن يقوم الأرجنتيني مبكرا أكثر لإقامة القداس كل يوم في خيمته ويكمل صلواته أثناء اليوم. بالإضافة إلى هذا، كل يوم أحد يوقف علماء الآثار الكاثوليك العمل للمشاركة في القداس مع الزوجات وبعد الأمراء. لم يظن الأرجنتيني أن عمله كعالم الآثار يكون موازيا للخدمة الكهنوتية. اعتبر الأرجنتيني أن مساهمته لإعادة بناء تاريخ المسيحية في السودان عملا رعويا، ومع ذلك فإن محاولة التوفيق بين التزاماته الرعوية والعمل العلمي قد سببت له التوترات مع رؤسائه أحيانا. يسعدنا عالم الآثار السوداني محي الدين عبد الله الأفهم بطريقة أخرى كيف لم يكن هناك انفصام بين كون بانتيني الراهب وعمله مع علماء الآثار. ذا كلام البروفيسور محي الدين عبد الله. أظهر بانتيني أن تاريخ النبوة المسيحية كانت ذات يوم جزء الجمعية المسيحية العالمية، وينبغي دراسة تاريخها في سياق المسيحية. نتائج الحفريات بفرس في أوائل الستينات هي بداية التغير المفهوم في فترة العصور الوسطى الذي كان يصف أن الإسلام سادة بلاد النوبة بسرعة، وبالعكس يشير إلى التعايش بين الديانتين على مدة عدة قرون. فهو يرى أن للكنيسة النوبية تاريخ طويل ومثير للاهتمام، والذي استمر وجودها بأكثر من 1000 سنة. وهناك نقطة رئيسية في تحليل فاندين، وهي المفهوم
أن المسيحية في النوبة لم تكن مجرد دين الملوك مثل الإسلام بعدها. تم إدخال المسيحية إلى البلاد النوبة الأولى من خلال عملية تدريجية. حقيقة وجودها لفترة طويلة في النوبة تم تدعيمها من قبل وجود بعض الممارسات الثقافية التي ليست إسلامية والتي هي من أصل مسيحي. ده كلام البروفيسور محي الدين عبد الله. وحسن انشري القيمة العلمية لإيث ألا فانتين. قد أشرنا إلى أهمية إيث ألا فانتين، ولكن لماذا كان علماء الأثار يعتبرونه عدم سلطة في مجال تاريخ النوبة في العصور الوسطى؟ لخص البروفيسور ميشالوسكي هو بولندي هو بين علماء الأثار الذين عملوا في فرس. لخص ميشالوسكي بطريقة واضحة أهمية مساهمة فانتيني العلمية عندما كان يؤلف كتابه ديكاليشن الفرس. حتى وصول الحملات المذكورة علاقة إلى السودان التي أطلقتها اليونسكو كان يوجد أكمل تقديم تاريخ النوبة في الكتب في كتب الدكتور أوغو مونيلي ديغلا. هو كتب الثلاثية لتاريخ النوبة في السنين ما بين 1941 من 1938 حتى 1941. كان ثلاثية مونيلي ثمرة عمل طويل في المسائل الأدبية وليست نتيجة حفريات أثرية. الحفريات التي نقلت منذ ونفذت منذ عام 1958 في إطار الحملة الدولية لإنجاز آثار النوبة أظهرت بعض التناقضات بين المصادر الأدبية والمصادر الأثرية. يعني كان في معلومات مختلفة جاية من المصادر المكتوبة الأدبية والمصادر الأثرية. وظهرت هذه التناقضات بصفة خاصة في رواية يوحنا الإفسيسي التي كانت تعتبر عادة المصدر التاريخي الرئيسي لتفسير النوبة. وقد تم اكتشاف أسماء جديدة من الملوك والأساسفة والأباخوس والتواريخ الجديدة التي ملأت الفراغ في تاريخ النوبة. والهدف الرئيسي لهذا العمل يعني excavation الفرس هو واحد تحديد التناقضات بين المصادر الأدبية والمصادر الأثرية، والثاني تمهيد مساهمة علم الأثار بتاريخ العصور الوسطى وبالتالي التصحيح للتاريخ في تاريخ مونيلي للبلاد. حسب ميشالوسكي علم الأثار البولندي كان لا فانتيني أفضل تحديدا من أي باحث آخر لإجراء هذا البحث بفضل معرفته للكتاب العرب جنبا إلى جنب مع مشاركته في العمليات الأثرية. بكلمات أخرى كان هو مونيلي يعرف اللغة العربية وجمع بعض المعلومات من المصادر الأدبية العربية، ولكن لم تكن لديه من المعلومات التي كشفت عنها الاكتشافات الأثرية. من ناحية أخرى فإن علماء الأثار لم يكن لديهم إمكانية لقراء النصوص الشرقية في لغتها الأصلية،
وكانوا متخصصين في مجال محدد من علم الآثار. وبالعكس كان لافانتيني يستطيع تقديم تقرير حاسم على المسائل العربية والصورة الشاملة عن تاريخ النوبة في الأصول الوسطى، لأنه كان يستطيع قراءة النصوص الأصلية وشارك شخصيا في الأعمال الأثرية. وإضافة على ذلك، تلك التناقضات بين المعلومات العربية والمعلومات الأثرية تثبت أن وثائق المؤرخين المتحدثة غالبا ومشتركة وفقا للمصالح الذين يدفعونهم. بالعكس، لافانتيني لا يخدم أي سلطة أرضية ببحثه، وكان هدفه الوحيد هو كشف الحقيقة والحقائق الموضوعية. إذن يمثل بحث فانتيني نموذجا للأسلوب العلمي. وأنا بنتهي بكلام فوق كتابه الأخير يعرض اكتشاف تاريخ النوبة الجنين. كرس لافانتيني قوته الأخيرة إعداد هذا الكتاب الذي يمكننا اعتباره خلاصة نهائية ومحدثة بعمله. في كلماته، كان لافانتيني يفكر في نوعين من القراء لما يكتب هذا الكتاب، وهما أولا سكان النوبة الحديثة الذين يجب أن يعرفوا الأشجار الراقية التي كان أصدقهم في العصور الوسطى يعيشونها، وثانيا الجماعة المسيحية في السودان التي يجب أن تعرف جذوره في هذا البلد. ترك لافانتيني مساورة للغة العربية قبل موته، ولكن كان من الضروري إكمالها في ترجمة Rediscovering Christianumia. ودكتور أحمد السالي وهو كان به ولكن ما بشوفه. الدكتور أحمد السالي أحمد والدكتور ألافي وساوس خالد ولكن محمود أبو محمود وأنا عملنا معا في الترجمة وإضافة إلى Rediscovering Christianumia بعد الحواشي لمساعدة الغالي غير خبير أي الجمهور العام. وفعلا هذا واحد أحداث عمل فانتين، أي توصيل التاريخ والعلم إلى الجمهور. وأخيرا كانت أصعب هذه العمل الوصول على الاكتسابات الأصلية باللغة العربية. Rediscovering Christianumia له المئات من الاكتسابات الإنجليزية من نصوص عربية في الأصول الوسطى. في هذا الكتاب لم يكن من الحق ترجمتها فقط من الإنجليزية إلى العربية، بل كان من الضروري نقلها كما هي مكتوبة أصلا. وفعلنا ذلك حتى لو كانت بعض النصوص موجودة في مقصودات القرن الثالث عشر. في ذلك النصوص الكريمة بعض العبارات أو الكلمات لا نستخدمها الآن في اللغة العربية الحديثة، وهي معروفة قليلا جدا. في تلك الحالات أضفنا نحن الكلمات الحديثة. نستطيع أن نقول أن في أيدينا خلاصة أكثر اكتمالا لفترة الوصول الوسطى في السودان بمعلومات مستكملة حتى عام 2009، حيث وصل لافانتيني واصل الاتصال بعلماء الآثار الذين كانوا يعملون في الحفريات حتى زمان موته. وشكرا جزيلا.